السلام عليكم. قصة النهاردة عن واحد كان عايش في دولة، وحاكم الدولة أحب إنه يكافئه في يوم من الأيام، فبعت له واحد يقول له إن حاكم الدولة هيديلك كل الأراضي اللي أنت تقدر تمشيها على رجليك، وهيديها لك طول حياتك، تزرعها، تبنيها، تبيعها، تعمل اللي أنت عايزه فيها. الراجل فرح جدا وبدأ يجري باتجاه شمال البلد عشان يقطع أكبر مسافة ومساحة من الأراضي، عشان يقول لحاكم البلد إنه وصل للمكان ده، وإن دي الأراضي اللي ممكن يمشيها على رجليه وياخد الأراضي دي كلها. الراجل قعد يجري عدد من الساعات، وبعد كده بدأ يتعب شوية، ففكر إنه يرجع عشان الحاكم يكافئه بالأراضي اللي هو مشاها دي، لكن غير رأيه فورا وقرر إنه يستمر في المشي عشان ياخد عدد من الأراضي ومساحة أكبر. وبالفعل مشى مسافة أطول وبدأ يحس بالتعب من جديد، فأخذ راحة وقال خلاص بقى هرجع. لكن بعد شوية كمل مشي، وفضل يمشي ويمشي لمدة 3 أيام كاملين، لا بيفكر لا في أكل ولا في شرب، لحد ما وصل لمكان ما بقاش عارف هو فين، ولا شايف ناس، ولا معاه وسيلة يركبها يرجع بيها. وكمان طول الفترة دي ما كانش بياكل ولا بيشرب، فجاله حالة من الهبوط ووقع على الأرض، وبعد ساعات بسيطة مات. مات وممتلكش أي مكان، ولا حس بالراحة طول مشي، ما كانش عنده قناعة، عايز المزيد. تعرف إن حب المزيد ده طبيعة بشرية؟ كل البشر بتحب الاستزادة من الدنيا، إلا نوع واحد من الناس، المؤمن، اللي بيعتقد إن الدنيا فانية وهتنتهي وإن في آخرة، فبيقنع في الأمور الدنيوية، لكن في أمور العبادة يحرص دايما على الزيادة في الأعمال الصالحة. القناعة في الدنيا مش معناها إن التاجر ما يزودش تجارته، لا، القناعة معناها إن الواحد يرضى بالشيء اللي معاه، ولو ممكن يزود، جميل جدا يزود، لكن ما يبقاش تفكيره بس في الزيادة، إنه ممكن ما يوصلش للزيادة وما يحسش باللي معاه، وده معنى القنوع، وهو الرضا باليسير من العطاء. ده مش بيطبقه من البشر إلا المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. هو ده الغنى الحقيقي، إنه تبقى نفسك قنوعة. وفي حديث تاني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. الغنى الحقيقي مش بكثرة المال والثروة والبيوت والعربيات، ولكن الغنى الحقيقي باستغناء النفس وقناعتها باللي معاها وعدم الحرص على الدنيا. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم.